من صباح جميل. راودتني أحلام كثيرة عن المال. يجب علي التحقق من مالي على البطاقة. لدي فقط 500 دولار في حسابي. الأمر ليس مفرح. ألا ترين أنني نائمة؟ لابد أنك جننت تماما. ما سمح لك بالنوم في غرفتي؟ ليس لدي غرفة خاصة. بالطبع لا يوجد. انظري إلى نفسك. مع هذه التشريحة ما عليك سوى قضاء الليل في سلة المهملات. لماذا دست على سريري؟ إذا أردت أستطيع فعل شيء آخر. لا، كنت أصمد المال لمدة الشهر من أجل شرائه. اخرجي من هنا وابحثي عن مكان لك بجوار جيراننا المتشردين. ماذا ستفعلين؟ سأقوم بوضع المكياج، ولك من أين لك بمعرفة ما هذا؟ أعطني أيضا وأنا ماذا؟ لا يسمح لك بلمس أشياء على الإطلاق. هذه الأشياء؟ سأضطر للاتصال بشركة التنظيف كي يعقموا كل شيء هنا. توقفي عن الصراخ في أذني وتوقفي عن رج هذه المياه. يا إلهي، متى سينتهي كل هذا؟ ارحلي من هنا بسرعة. لا، ارحلي. لا تجرعي على الظهور في غرفتي مرة أخرى. إن رائحة يدي كريهة. رائحة الآن بعدها. ابنتي، من هذه التي تتجول في منزلنا؟ هل هي مشردة؟ أمي، في الواقع إنها ابنتك. كم هذا فظيع! لقد نسيت أن ابنتي تشبه الفقراء. أمي، توقفي عن الحديث عنها. حسناً، هيا حضري نفسك، سنذهب لتناول الفطور. سيد تايلر، استيقظ، حان وقت الإفطار والمدرسة. سيد تايلر، لقد تم إرسال 5 ملايين دولار إلى حسابك. ماذا؟ 5 ملايين فقط؟ لماذا قليل هكذا؟ يلاه من كابوس. سيد تايلر، ها هو نعالك. قلت لك ألا تناديني هكذا. أوي، سمحني، اعذرني جلالة الملك، سأكون أكثر انتباها، أعدك. هيا ألبسني نعالي. كل شيء جاهز. ما هذا؟ أوي، معذرة، كيف نسيت ذلك؟ سأصلح كل شيء الآن. حسناً. يا لك من أحمق. أين؟ ما هو الشيء الخاص بك؟ رهيب، ما هذا الذي أحضرته؟ هل تعتقد أنني متشرد؟ أوي، آسف، كيف نسيت هذا؟ هذا فنجاني، معذرة، سأصلح كل شيء الآن. هيا. تفضل، ها هو. أوي، دقيقة، سأصلح كل شيء، انتظر. هكذا، حسنا. بماذا تمسحوني؟ ستعاقب على ذلك. اعتذر، سامحني، دقيقة. هيا المنشفة خاصتك. ألم تستطع فعل ذلك على الفور؟ ارحل من هنا. بناي، صباح الخير، كاد حارسك الشخصي أن يسقطني. أمي، في الواقع طلبت منك أن تحييني بشكل مختلف. سامحني، أنا آسفة، لقد نسيت عنه تماما. يا لها من تحية سيئة، إن عدد المال قليل جدا. بناي، لا تغضب فقط، سأحضر لك المزيد لاحقا. آمل ذلك، لأنه لا يمكنني شراء أي شيء لنفسي مقابل هذه القروش. ابني يشبه والدته تماما. أمي، لقد جمعتنا كلنا هنا. أنت تأخذين من وقتي الكثير، وأنا عرضت تناول سرطان البحر. قبل الفطور قررت أن أقدم لكم هدية صغيرة. هذا يا صغيرة؟ كم هذا قليل؟ أنا فسعيدة بالهدايا، هيا أرني. تايلر، بصفتك الابن الأكبر، سأهديك سيارة مرسيدس جديدة.
مجرد سيارة مرسيدس؟ وما لونها؟ كما تحب يا بني اللون الأزرق. أمي، هذا اللون خارج الموضة الآن. إذا كنت تريدين تقديم الهدايا كان عليك سؤالي. أولاً، أتمنى لو أن أحدهم أهداني سيارة. أمي هيا أريني هدية من فضلك. حسناً، أما أنا فلدي شيء مثير بالنسبة لك. فستان؟ يبدو أنني سأستطيع التجول فيه في المنزل فقط. ماذا؟ ألم يعجبك؟ إنه فستان من أحدث مجموعة. أمي كانت هذه المجموعة في الأسبوع الماضي، واليوم توجد مجموعة أخرى. فوه، كم هذا رخيص. هل تريدين التحول إلى متشردة؟ أمي لماذا نعرض للإهانة دائما؟ لأنه أنا لدي بضع ملايين دولارات أكثر منك. توقفا عن الشجار بسرعة، نحن أسرة سعيدة. أين الهدايا؟ أين؟ من أنت أصلاً؟ من هذه الفزعة التي في منزلنا؟ أمي، أنا ابنتك الثالثة. فظيع. نحن مصدومون أيضاً. يا إلهي، هل أنت ابنتي؟ تصل بالإسعاف بسرعة. الإسعاف ستنتظر، هيا أعطيني الهدايا بسرعة. كيف أقول لك؟ الهدايا ها هي. هذا لك، تفضلي الكيس. كيس؟ أمي إن الكيس بالنسبة لها هدية غالية جدا. كيس؟ أمي أنا سعيدة للغاية، لم يقدموا لي أحد مثل هذه الهدايا الرائعة. لم أعد أستطيع، سأموت من الضحك. لا تضحك، يجب أن أعطيها شيئاً على الأقل. يا له من يوم عظيم. ماذا سأضع في هذا الكيس؟ ربما هكذا لن تخيف الناس على الأقل. أو لا، لقد مزق هديتي. يا له من كابوس، ماذا سأفعل الآن؟ كما أكره غسل وجهي في الصباح. أي نوع من الحمق اخترع هذا؟ مارتن، تعال إلى هنا. نعم سيد تايلر، اغسل أسناني بالمعجون الذهبي وتأكد من أنها ستلمع بما فيه الكفاية. لحظة، سيد تايلر يمكنك فتح فمك. حسناً، ما رأيك في ابتسامتي؟ أوه، سأعمى. رهيب، لماذا تتوهج أسنانك؟ كي تسألي. يا لك من غبي، أريد أن أغسل أسناني أيضا، ارحل من هنا. سيد تايلر، لقد أهانت، ماذا سأفعل بها؟ اتركها، لا تضيع وقتك على المتشردين. بريتني، هل يمكنني أخذ معجون أسنانك؟ أريد أيضاً تنظيف أسناني. هل لديك فرشاة على الأقل؟ بالطبع، أحملها معي دائماً. هل ستغسلين أسنانك بهذا؟ نعم، لماذا أصرف المال على الفرشاة إذا كان هناك غصن؟ إنها من مستشفى المجانين. آي، كم مؤلم. يبدو أنني كسرت سني. ليس لدي نقود حتى للذهاب إلى طبيب أسنان. أنهم يتناولون الفطور، أحتاج لتناول وجبتي أيضا. يا لها من بيتزا لذيذة، سأتناولها في غرفتي. كم سئمت منها؟ أوه، أن فطوري غالي جدا اليوم.
أنتِ ألا تريدين المغادرة من هنا؟ لا أريد أن آكل معك. ماذا تقصدين؟ أتناول الفطور هنا. أنا لم أسألك عما تفعلينه هنا، قلت لك ارحلي. ماذا بك؟ هل تأكلين الورق؟ في الواقع هذا مفيد جدا. كم هذا فظيع، كيف يمكنك أن تكوني أختي؟ يا إلهي، لقد أفسدت فطوري. حسنا، بعد الدروس سأطبع المزيد في المكتبة. كم هي لذيذة. هل يمكنني تناول هذا أيضا؟ يبدو لذيذا. هل تريدين حقا البيتزا خاصتي؟ حسنا، فليكن كذلك، سأشاركك. أخيرا، لأول مرة سأتناول طعاما عاديا. هل صدقتني؟ إيه، أنت كاذبة. ماذا تريد؟ لا تجعلني أكرر نفس الكلام عدة مرات. ها أنا ذا. كم هذا رائع، لقد رأيت مثل هذا في التلفزيون فقط. هيا يا مارتن، ابدأ بإطعامي. حاضر بكل سرور سي تايلر. حسنا. لذيذ. حسنا، واحدة أخرى. لذيذ. ألا تستطيع الأكل بمفردك؟ أوي، أنت اجلسي ولا تتكلمي. احسديني وأنت صامتة، لدي الكثير من المال، أستطيع السماح بذلك. كم أنت مقرف. هيا اذهبي وتناولي بيتزاتك الرخيصة. يمكنني أخيرا الأكل بشكل طبيعي. لماذا تبكين؟ أشعر بالأسف على السلطعون، كان يعيش في سلام ولم يمس أحدا، وأنت ستأكله الآن. كم هذا فظيع، لقد أفسدت شهيتي. مارتن فلنذهب، سأتناول الفطور في مطعم. سأجربه أخيرا. حسناً، أنا بحاجة للاستعداد للمدرسة بسرعة. حسناً، أوه، الدفتر موجود. وأين القلم؟ أوه، وجدته. والآن حقيبة المدرسية جاهزة. فظيع، لقد نظفت المنزل سابقاً ولكنه لا يزال متسخاً. أهلا أمي، لماذا فعلت هذا؟ لماذا تصرخين على أمك؟ ألا ترين أنني أرمي القمامة؟ ولكن لماذا ترمين القمامة في خزانتي؟ أعتقدت أنها سلة القمامة؟ كم هذا فظيع يا إيما، أنت تجلبين العار لعائلتنا. أمي أعطيني المال. أعطيتك إياهم أمس. أمي، هل تريدين أن أغضب منك؟ ماذا بك بالطبع؟ لا، تفضل. أمي، إن الأمر فظيع جدا، مال ينفذ وينفذ. بريتني، عليك تعلم ادخارها قليلا. أمي وأنا والادخار أشياء لا يجتمعان أبدا، أعطني بعض المال. أمي، أنت الأفضل. أمي، لقد أعطيت جميع المال. وماذا عني؟ أعتذر، ولكن لم يتبقى لدي. ولكنني رأيت أن لديك الكثير منها. وماذا بعد؟ هذا لمشتريات مختلفة. أما أنت فأكملي البحث في سلة مهملاتك. ولكن أمي، هذا ليس عادلا على الإطلاق. قولي شكرا أن لديك مكان للعيش فيه. لدي مكان للعيش فيه؟ أنام على الكرتون حتى كلبنا يعيش بشكل أفضل. كلبنا صغير ولا يمكنه
هنا اعطناه بنفسه. وأنت اذهبي إلى المدرسة. ولكن أمي لماذا لا تعطيني المال أبدا؟ إذا يجب أن يكون هكذا. كفي عي، اذهبي، لا تزعجيني. مدرسة غبية، المال لا يكفي للشيء هنا. ربما علي التظاهر بأني الطفل، وحين أظن سيطعمونني مجانا. إيما، لماذا توقفتي هنا؟ ربما تحسب ملايينها. لا تضحك مني. بالمناسبة، ماذا يوجد في الصحن؟ إنه دونت. أعتقد أنك لم ترى شيئا مثله من قبل. واو، لابد أن مذقهم لذيذ. هل يمكنني أن أمسكهم فقط؟ بالطبع خذي، ولكن بحذر، لا تجعلي أنفاسك تصل إليها. فتيات، التقطا لي صورة مع هذه الحلوة. لم أصور أحدا من قبل مع الدونات. أعمل أن يكون شكلي جيدا في الصورة. ماذا فعلت؟ انظري، لقد التقطت هذه اللحظة الرهيبة. رائع، سأنشر هذه الصورة على الانستغرام فليضحك الناس قليلا. مهلا، لا تنشريها، لست بحاجة لمثل هذه الشهرة. اشكرينا لأننا لم نطلب منك أن تدفعي ثمن الدونات. بالطبع ليس لديها مال ولن يكون لديها أبدا. ولكنني عطست فقط، لم أقصد ذلك. يا لها من غبية، على الأقل نظفي بعد نفسك وارمي الدونات في سلة المهملات. دونات في سلة المهملات؟ هل هم مجانين؟ سأكلهم بالطبع. بريتني، لقد رأينا أختك للتو. أخذت الدونات خاصتنا ورمتها على الأرض. لن أتفاجأ إذا أكلتهم بعد ذلك. حقا، إنها ليست غريبة لهذه الدرجة. ما هذه الفوضى؟ مارتن، تعال إلى هنا. مارتن، إلى أين ذهب؟ لماذا تصرخ؟ أنا؟ تخيلي، لم يفرش لي أحد السجادة الحمراء. السجادة الحمراء؟ حسناً، كفاك كلاماً، تعالي إلى هنا، ستفعلين ذلك. ابتعد، مجنوناً تماماً. حسناً، هكذا. أين مارتن؟ رائع. هكذا أفضل بكثير. يا إلهي، إن طعم رائع جداً. نعم، إنه كذلك بالفعل. فتيات، هل أنتما بخير؟ عندما أرى تايلر أشعر وكأنني لست على ما يرام. وأنا كذلك. يا له من فصل سيء، وهذه الطاولات الغبية للفقراء فقط. إنها مدرسة عادية بالنسبة لك. نعم، وبالنسبة لي يجب أن تكون أفخر بكثير. فتيات، كيف يمكنكما أن تفكرا بذلك أصلاً؟ تايلر، كم أحب ممارسة الرياضة. أنا بحاجة للحفاظ على وزني دائماً. بالطبع، وأنا كنت سأذهب إلى المطعم لتناول الطعام. نعم، لقد أعدت هناك النقاني قد طازجة. انسى يا ذلك، يمنع أكل الوجبات الضارة. فتيات، أنتما تخيفانني. وأنا يخيفني هدير معدتي. لا تشتت انتباهي، أنا أمارس الرياضة هنا. حسناً، ماذا لدينا هنا؟ يبدو أن حصة الرياضة. نعم، رياضة. حسناً مارتن، قم بتمرين الضغط بدلاً مني. لا يجب على النجم أن يتعب. ولكن سي تايلر، لا أظن أن ذلك سينجح. يا يدي ضعيفتان. لا أهتم، قلت افعل. حاضر سي تايلر. توفي، لدينا فرصة. أعطني توقيعاً. سمعنا أنك نجم، هل يمكننا التقاط صورة أيضاً من فضلك؟ سادي، أنا مشهور أيضاً، يا إلهي. فتيات، لماذا تتهامسني هنا؟ أستطيع التوقيع في أي مكان. ابتعد، لقد أتيت من أجلي.
سيد تايلر، لقد أخطأت، آسف آسف. فوه، توقف عن ذلك. وأنتما يا فتيات تعاليا لاحقا، النجم ليس في حالة مزاج جيدة. سأقدم أفضل طلاب مدرستنا اليوم. يا إلهي، لماذا نادوننا إلى هنا؟ حقا اعتقدت أننا في فترة الاستراحة، سنذهب إلى المطعم حالا. حسنا، ستصبح أفضل طالبتنا هي. إيما، مبروك، أنت فخر مدرستنا. أنا رائعة جدا، لم أفكر مطلقا أنني في يوم ما سأكون الطالبة المميزة. يا له من ممل. حسنا، لماذا لا يصفق أحد؟ التصفيق من فضلك. فنرحل من هنا. يا لها من صورة جميلة. أعتقد أنه يجب أن تكون هنا صورة شخص آخر. لا، لا يمكن أن يكون هناك أخطاء. ماذا لو فكرت في الأمر؟ تعرفين حقا، لابد أن هناك خطأ. حسنا، ما رأيك؟ لم أتوقع هذا أبدا. ولكن كانت صورتي معلقة هنا. أنت لا تستحقين ذلك، أما أنا أبدو رائعة هناك. يا له من كابوس، هذا ليس فخر المدرسة بل عارها. ها؟ 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 هذا هو الفخر الحقيقي لمدرستنا، يعلق هنا صورة من ساعد المدرسة هنا. ما الذي كنت تأملين؟ ليس لديك النقود الكافية. والآن تفهمين حالي. كم أنا وسيم حقا. امسح بشكل أفضل يا مارتن، يجب علي المشي فقط على الأرضية النظيفة. ولكن سيد مارتن، لا تجعلني أغسل الإسفلت من فضلك. بالمناسبة الأرضية نظيفة. أتبيد ذلك والعقها. أولى سيد تايلر، لن أفعل ذلك. افعل ذلك أو سأطردك. هيا هيا. والآن تدحرج. هكذا هكذا، ماذا تفعل؟ أفكر كيف أتدحرج. اذهب من هنا فحسب. حالا غبي. ها هو، والآن يمكننا تذكيره بالتوقيع. ماذا سأفعل؟ علي القيام بشيء ما. اتركيه، لدي خطط عالمية. تايلر، أريد توفي. هي، انظروا إلى أين أنت ذاهبة. هي، لقد انزلقت فقط. بالمناسبة، بسببك هذا. توقفي عن الاستلقاء، انهضي هيا. هل تحاولين لومي أيضا؟ لا أنصحك بالتعامل معي، فهمتي؟ إنه ليس رائعا. أما أنا لا أظن ذلك يبدو رائعاً. عندما سيسقطك سأرى ماذا ستقولين. لا تقلقي، لدي طريقة أفضل، ولكن فقط بعد أن نكتب الامتحان. فنذهب هيا. أريد أن أذكركم أن الاختبار قد بدأ. إذا أراد أحد منكم الغش سوف أطرده. إذا نبدأ من إيما، من الواضح أنها حضرت نفسها جيدا لهذا الأمر. إيه، أنا غير صحيح. هدوء مارتن، هيا بالطريقة المعتادة. تفضل سيد تايلر، جاهز. رائع، هيا اعطني. تايلر، ما هذا؟
لقد منعت استخدام الهواتف. هذا ليس هاتفي حقا، إن أحدا قد وضعه بجانبي. لقد سمحت لك بالدخول مع الحارس، ولكنني لن أسمح لك باستخدام الهاتف. يا لها من عنيدة. مارتن، سأدفع مبلغا إضافيا إذا أعدت هاتفي. اعتمد علي. أستاذة فيرغس، أردت أن أقول أنك ساحرة جدا. إن لديك هيا أخبرني بسرعة. إن دفاترك ساحرة جدا. دفاتري؟ لقد أحرجتني. أنت أول شخص من قال لي ثناء مثل هذا. هذا جيد أنني لم أقل شيئا عن شاربك. ماذا؟ كيف تشعر على قول ذلك؟ سيتم استدعاؤك إلى المدير بسرعة. يا لك من غبي. لقد تركت الهاتف. أين هو طوال هذا الوقت؟ أنتظري لمدة نصف ساعة. هيا يا جميلة، تنتظريني؟ تايلر، لقد أتيت أخيرا. لن أجلس معك طويلا لأنه عندي أعمال مهمة. حسنا، كما تريد، يكفيني أن أجلس هنا قليلا. نعم حسنا، إلى اللقاء. ولكن ماذا عن الموعد؟ نزهة، وأنا كنت أفكر لماذا أتيت إلى هنا. حسنا، موعد إذن. قلني عن نفسك، ماذا تفعل في وقت فراغي؟ أحب عد النقود، أحب خاصة عندما يزداد عددهم. رائع، مثلي تماما، لدينا الكثير من الأشياء المشتركة. حقا؟ نعم أنا أيضا أقوم بالعد، ولكن ليس المال. أريد أن أهديك شيئا. واو، هل تريد فكرة؟ توقف، فليبقى الجميع في مكانه ولا تتحرك. ماذا فعلت؟ في الواقع لدي موعد. سيدي لكنها اقتربت منك جدا. بالطبع، فأنا لم أكن أمانع ذلك. أوه نعم حسنا، سامحني على المقاطعة. لا تتركوني هنا. يا إلهي. أوبس، عفوا، سأذهب قبل أن أطرد من العمل. حسنا، هل نواصل؟ أتساءل ما الجديد هنا، لأنني أحتاج لصرف نقود. بريتني، مرحبا يا أختي. إيما، ما سمح لك بدخولي هنا؟ في الواقع أنا زبونة دائمة في هذا المتجر. أقصى ما يمكنك شراؤه هنا هو شماعة. وأكثر بكثير. اسمعي، سندعي أننا لا نعرف بعضنا البعض. حسنا، لكن أقرضيني بعض المال، فنحن قريبات. لا تفكري حتى في ذلك. إذن هكذا، هل تعرف ماذا سأفعل الآن؟ ماذا؟ هل أنت عاملة التنظيف الجديدة لدينا؟ لا، أنا زبونة حقيقية. على سبيل المثال، كم سعر هذا الفستان؟ 20,000 دولار، ولكن هذا السعر مع الخصم. بكم؟ تعرف، يبدو أنني أنا هي عاملة التنظيف. أيتها الفقيرة، لقد أرهقتني. أتساءل، هل ستحتاجين إلى تنظيف المراحيض هنا أيضا؟ لا، كل شيء إلا المراحيض. لا، إلا بكائك. ميس فيرغس، أردت أن أعتذر عما قلته لك في الفصل، لذلك دعوتك هنا. أتعلم، لست سيئا إلى تلك الدرجة، فهمت كل شيء على الفور. لكنني قلت أن لديك دفاتر جميلة. نعم، لكنه إطراء جيد. نعم، من أبعد مسافة. متى تنوي أن تتقدم لتخطبني؟ انتظري، نحن لا نعرف بعضنا البعض في الأصل. لماذا كل هذا التأخير؟ لا يجب علينا أن نضيع كل هذا الوقت، سننهي كل شيء بسرعة. توقفي، كل شيء سريع جدا، أنا لست مستعدا. وأنا مستعدة منذ 20 عاما. لا يستطيع أحد أن يوقفني. نجدة، فليساعدني أحد. مارتن، أنا أبحث عنك في كل مكان، وأنت تستمتع بوقتك أثناء العمل. تايلر، لا تعكر مزاجنا، لدينا موعد. إذن إلى اللقاء، سوف أذهب وأخبر الجميع بما تفعلينه هنا بدلا من تصحيح الدفاتر. توقف.
سأتوقف عن أعطاء الواجبات المنزلية لك بعد الآن. لا. وإذا وضعت علامة ممتاز في جميع المواد. رائع، هذا ما كنت أنتظره. أنا موافق، أتمنى لكم قضاء وقت ممتع معا. تايلر، وماذا عني؟ لا تتركني مع هذه المرأة. أنا آسف، ولكن الدرجة السنوية أهم منك. تعال إلى هنا. أمي، أين كنت؟ ابنتي، لماذا تصرخين مرة أخرى؟ أنا بحاجة إلى فعل شيء ما مع وجهي بسرعة. عزيزتي، لماذا؟ لديك وجه جميل رائع مثلي. أمي، لدي حواجب قبيحة، أشعر بالخجل أثناء سيري في الشارع. الحاجبان؟ لقد ظننتك تريدين طلب المزيد من المال مرة أخرى. أمي، طبعا أريد، ولكن في وقت لاحق. الآن ساعديني. حسنا، تعالي اجلسي ولا تتحركي. مرحبا. هاي، هذا يؤلم. برتني، أنا آسفة، لم أكن أقصد. إما أخرجي من هنا ولا تزعجينا. لكنني أردت فقط أن أرى ما الذي تفعلاه هنا. نظف الحواجب. لماذا أخبرتك فأنت لا تفهمين شيئا؟ أريد أيضا، دعونا نفعل ذلك معا. لا، من الأفضل أن أعطيك 10 دولارات وترحلي بعيدا من هنا. 10 دولارات؟ كم أنا محظوظة. هل سأكون مليونيرة؟ رائع. كم أنت ظريفة، لم أرى ملايين من قبل مثل هذا المبلغ. أنتم لا تفهمان، سأستطيع شراء الكثير من الأشياء ب10 دولارات. هذا مدهش. مفهوم. على أي حال، هيا اذهبي من هنا. لكن انتظري، انتظري. لا لا، هيا اذهبي بعيدا من هنا. هل نواصل؟ لا، لقد أفسدت إيما مزاجي الجيد. عفوا، هناك أحد يتصل من البنك، أتساءل لماذا. انتظريني لحظة، سأتكلم معهم وأعود حالا. ألو؟ ألو؟ لا يساعدوني في نتف حاجبي، هذا ليس مهما، سأفعل بنفسي. إذا من أين أبدأ؟ من بداية الحاجب أو من النهاية؟ سأبدأ الأفضل من الوسط. إذا أي أي أي، هذا يؤلم كثيرا. حاجبي، أين هما؟ أولا، ماذا فعلت؟ ماذا حدث لك؟ نتفت حاجبي، لكن لم يتبقى منها أي شيء. بريتني، ماذا أفعل؟ ساعديني. نصيحتي لك أن تحبسي نفسك في الغرفة ولا تخرجي منها أبدا. لا أحد يحبني. كفي عن هذا. حسنا، سأقوم بمساعدتك فأنت أختي للأسف. رائع، شكرا لك، أنت الأفضل. حسنا، لا تلمسيني. هيا. كيف الوضع؟ نعم. كل شيء على ما يرام. والآن يبدو أن لدي المال. نعم. لماذا حاجبي دبت هكذا؟ أنت لا تفهمين شيء، هذا شكله في موضة الآن. أنت أفضل أخت في العالم. لا تذكريني. حسناً، هل أستطيع إيجاد شيء لأكله اليوم؟ واو، كم أنا محظوظة. لماذا كل هذا؟ أمي، هل تبكين؟ لا، أنا سعيدة لأنني متشردة الآن. كيف ذلك؟ لقد اتصلوا بي من البنك وأخبروني أنه لا يوجد لدي نقود. مثلي تماما. وداعا للحياة الطبيعية. وماذا علي أن أفعل الآن؟ ما رأيك عن ساندويتش؟ لا أريد ذلك. تعود الآن، أكل ذلك كل يوم. لذيذ. أنا بحاجة للعثور على بريتني وتايلر حالا. لماذا دعوتني إلى هنا؟ هل
لسيد، اليوم هو يوم العائلة وسنحتفل به، وستأتي أمي قريبا. يا له من مكان فقير، أنت فقط من تستطيعين دعوتنا إلى مكانك هذا. كيف سعدت منك؟ كلمة أخرى و... كفى، أصمتي. دعينا ننتظر أمي وسنذهب بعد إلى مطعم فاخر. ماذا؟ ولماذا طلبت كل هذا الطعام الكثير؟ أوه، مرحبا أطفال، هل أنتما هنا؟ نعم، اليوم هو يوم الأسرة، وأنت ماذا ترتدين؟ ورا أنكما طلبتما طعاما كثيرا، هل أحسنتما؟ ولنقف بسرعة ونذهب من هنا. ماذا؟ لم أفهم. من سيدفع ثمن كل هذا؟ لا أملك نقود. من سترجعين بالتوسط وتدفعين؟ هذه ليست مسحة، لقد فلست، لذلك قما واذهب بسرعة من هنا دون أن يلاحظكما أحد. هذا هراء. ما هي فاتورتكم؟ ادفعوا الآن لأن فترة عملي ستنتهي. ماذا سنفعل يا أمي؟ ومن أين لي أن أعرف؟ أوب، تايلور، أنت أغنى منا، أعطنا النقود. لكنني لا أملك شيئا أمي، لقد صرفت جميع النقود. ماذا سنفعل الآن؟ ماذا سنفعل؟ سنذهب إلى السجن؟ لا، لن نذهب إلى السجن. اخلعا بسرعة كل ما لديكما من مجوهرات سندفع بها. أسرعوا. ساعدوني، أعطوني بضع دولارات من فضلكم. إيما، تنحي جانبا قليلا. إيه، ماذا تفعل؟ هذا مكاني. عليك المشاركة. لديكم الكثير من النقود ولا تشاركوا معي. انسي الأمر، نحن مفلسون. الآن الوقوف مع يد ممدودة أصبح أمرا عائليا. هل نفذت نقودكما؟ على ماذا تضحكين؟ لماذا كل هذا يحدث معنا؟ أريد المال. تريدين المال؟ انظري، لقد ربحت هذا اليوم. لا أحد يرزقنا. لقد أصبحنا متشردين الآن، هذه هي النهاية. لقد أصبحنا عائلة حقيقية.